السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد. وحشتوني جدا. الفيديو النهاردة سهل وبسيط جدا وغير مكلف ومضمون 100%، وهقول لكم الاثبات هو ايه. فضلا وليس امرا حطوا لي لايك، بس وانتم تسمعوا الفيديو لاول مرة تشوفوا القناة ولسه ما اشتركتوش، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات ودوسوا على كلمة الكل عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه اول باول. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي ونسمي الله. قبل ما ابدا وصفتي عايزة اقول لكم يعني اثباتي على الكلام ده. طالبة بتخصص علوم أغذية كانت بتاخد كورسات بيدرسوا فيها الأنزيمات، تمام؟ طبعا ومن كتر البحث بقى وقعدت تشتغل كتير على البحث بتاعها، عرفت الأنزيم بيهاجم بصيلة الشعر بصورة مباشرة بيقصف عمر الشعر جدا. طبعا عملت لحد ما راحت كذا صيدلية وجابت كذا نوع دواء لحد ما توصلت للأقراص اللي أنا هقول لكم عليها دي، لقيتها فعلا اللي هي هجمت بصيلة الشعر وقصفت عمر شعرها خالص في كل أنحاء جسمها، تمام؟ يعني هنجرب وهنشوف مع بعض، والنتيجة فعلا كويسة جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أنا أصلا كنت عاملة الفيديو ده من فترة كبيرة جدا وكانت النتائج حلوة قوي قوي. خلي بالكم أنا واحدة من الناس، أنا وعد شعر جسمي منعدم خالص في أي منطقة، شعر جسمي منعدم بسبب الوصفات اللي أنا بجربها وبقول لكم عليها، ما بقاش أصلا مذكور خالص عندي، تمام؟ فبرضو هنجرب القرص ده وهتلاقوا النتائج حلوه باذن الله باذن الله. يلا بقى وانتوا تسمعوا كده حطوا لايك علشان نشوف احنا معانا ايه. اول حاجه هنبداها هنعمل سويت، احنا عايزين سويت علشان اجيب الشعر من الجذور، يعني مش هعمل شفرات حلاقه ولا مكنات بلون ولا كريمات ازاله ولا اي حاجه من الموضوع ده، تمام كده؟ طيب اول حاجه هستخدمها خالص، هعمل السويت من هنا وادخل التواليت اشغل المية السخنة بتاعتي علشان انا عايزة المسام تفضل مفتوحة ما تتكسرش مني خالص، ما تتقفلش نهائي، تمام؟ ليه بقى؟ علشان المسام طول ما هي مفتوحة انا هستفاد بالوصفة. اول حاجة معايا، اول حاجة قبل القرص الاساسي اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي وهكتب لكم اسمه على الشاشة دلوقتي علشان تصوروه، اول حاجة هعوز شريط من الاسبرين او الاسبوسيد او الريفو. شريط من الاسبوسيد او الاسبرين او الريفو، تمام؟ طيب ليه انا عايزه ده؟ ليه هنقول ده في حمض اسمه حمض السليسليك، الحمض دوت بيخلي المسام مفتوحه على طول، بيفتح يعني من الاخر كده زي بؤره كده، بيفتح بؤره للانزيمات ان هي تستفاد بالقرص اللي انا هنزله ده. يعني من الاخر زي ما القرص دوت اللي معايا ده قرص هاضم، اصلا هاضم مهضم، القرص ده مهضم، ده بالظبط كده بيفتح مجال بصيلة الشعر ان تخليها اعرف اكثر او اقل من نمو الشعر بسبب القرص ده. ده بيفتح لي المجال كله اثناء تجربتي الوصفة على حسب المكان. انا هعمل النهاردة مثلا المنطقة الحساسة شلت منها الشعر هعمل مية سخنة. طب انا مش عايزة ادخل اخد دش، انا بعمل مكان معين واحد بس تحت الابتين مثلا، عايزة اعمل تحت الابتين بس يا وعد، ومش عايزة اخد دش. طيب هنملى اسبريه في ميه سخنه قوي علشان ده اللي هيفضل يفتح لي في المسام كل شويه، واخد الاقراص على حسب المكان اللي انا هعمله. لو هعمل تحت الابط هاخد خمس اقراص مثلا، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، بطحنهم كويس جدا. انا كده طحنت يا بنات على قد الكميه اللي انا عايزاها. نركز بقى في طريقه الاستخدام بالظبط. عملت اهو تحت الابط بالسويت، شلت السويت، بحضر الميه السخنه اللي استحملها على جلدي، ابدا ارش افتح المسام كويس قوي قوي قوي، واخد من الاسبرين بتاعي وابدا ادلك كده بعكس عقارب الساعه. كل ما احس ان الاسبرين نشف على ايدي ومفيش ميه بجيب تاني، مش عايزه المسام تتفتح نهائي، اجيب ميه سخنه تاني، بس لازم تبشي ان الميه سخنه وتاخدي تاني من الاسبرين وتبداي برده تدلكي، برضو تحطي ميه اول ما تحسي ان هي نشفت وتدلكي تاني لحد ما تخلصي كميه الاسبرين اللي معاكي وتخشي على مفعوله، سوري على الجزء التاني او القرص التاني. القرص التاني ده عشان اكد لكم ان انا مش كذابه، او القرص ده معايا وانا جربته كذا مره. بص هتلاقي الشريط حتى قديم والاسم بتاعه ضايع، وهتلاقيه قديم خالص اهو ومتقطع منه ومتشال منه كل حاجه اهو. ده اسمه دايجست ايزي، دايجست ايزي هيظهر اسمه على الشاشه دلوقتي وهيفضل معاكم لاخر الفيديو علشان تصوروه او تكتبوه زي ما انتم عايزين. بنفتح مثلا الشريط عامل 12 جنيه يعني، والعلبه عامله 24 جنيه يعني فيها شريطين، تمام؟ وبناخد مثلا اهوت، بسم الله
بس تكوني محضره كله مع بعضه عشان المسام ما تتقفلش. يعني انت طحنه دوت ومفضيه ده كده زي ما انا هفضيه كده اهو اهو كده، فاتحه ده ومفضيه ده علشان تشتغل على طول، ما تديش فرصه للمسام ان هي تاخد اي اغلاق خالص، شغاله على طول عليه. هو ده بقى على فكره الاقراص دي ما فيهاش اي اثار جانبيه خالص لانها كلها اعشاب طبيعيه، تمام. ولما درسوا لما درست عليها لقيت ان فيها فعلا اللي هي محتاجاه لبصيله الشعر، الانزيم الضروري لبصيله الشعر. طيب انا كده خلصت الاسبرين كله ضاع في جلدي وكل حاجه، ارش تاني واخد من المكون التاني الجديد دوت وابدا ادلك، برده ادلك لحد ما احس ان هو نشف على ايدي والميه راحت، اخد تاني من الاسبريه وارش وابدا ارش ادلك قوي 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 لحد ما اخلص الكميه كلها اللي معايا رايح جاي كده في اي مكان انا استخدمت فيه السويت، وبعد كده بسيبه لمده 10 دقايق ووراها اخد الشاور السخن بتاعي. وبعد كده او مثلا لو عايزه ينفع على البشره، على فكره خلي بالكم ينفع برده على البشره بعد عمل الفتله، تمام، بس مباشره. خلاص بقفل بقى المسام بتونر ميه ورد، باخد ميه الورد كده بعد ما باخد الشاور بتاعي كله بقى، بنزلت كل الشاور بتاعي كل الحاجات اللي على جسمي دي، بجيب التونر ميه الورد او ماء الارز بقطنه كده وايه امشي على الجزء اللي انا عملت فيه العمليه دي. مفعوله فظيع، حلو جدا جدا، وانا مجرباه، اديني بقول لكم انا مجرباه، وانا هنزل لكم صندوق او هنزل لكم رابط الفيديو اللي انا عملت الفيديو ده عليه قبل كده في صندوق الوصف او التعليق المثبت عشان تخشوا تتاكدوا هو انا منزلاه من امتى وفعلا نتائجه حلوه، تمام كده. طيب قبل ما تقفلوا بس عايزه اقول لكم ان المكون اللي معايا ده بيهاجم بصيله الشعر، كل مره بيدمر جزء منها، كل مره بيدمر جزء لحد ما تقدرش تقاوم نفسها بعد كده وتجدد نفسها. يعني مفعوله زي مفعول الليزر كمان، ويمكن احلى من الليزر، لان الليزر لو ناس استخدمته غلط بيجيب سرطانات اعزكم الله. جربوا حلو جدا. طيب انا خلاص عملت المره دي، ممكن يطلع بعد المره يعني يطلع تانية واحد، هيطلع مره تانية بس بكميات بسيطه خالص، هنستنى لما يطلع كله، يعني هنستنى لما يطلع الشعر، يعني لما ما يطلعش حبه قد كده وتبداي مثلا ايه تشيل الشعر بالسويت، لا هتستني لما يتشال كله بعد البريود لما تجيلك وتخلص، بتعمليها بتعملي السويت بعدها بيومين، تمام كده. طيب اول ما ينبت الشعر هتلاقيه نبت صغير بس طلع كله، يعني كله طلع كده بس هتلاقيه طلع صغير، بعد كده تعملي تاني سويت كمان مره وتعملي التجربه دي كمان مره، والمره التانيه دي هتلاقي الموضوع اتنسف تماما، وان شاء الله مجربه ومضمونه مني انا شخصيا بعد ما بحثت عن الموضوع ده ولقيت فعلا النتائج بتاعته حلوه، مش مضر ولا مدمر ولا اي حاجه، ما تقلقوش خالص، ده جست ايزي دوت رهيب جدا للهضم ومدمر لبصيله الشعر زي ما انتوا شفتوا. ده اسبرين او اسبوسيت او ريفو اللي متوفر عندك، هاتيه. يا رب النهارده اكون افدتكم، ما كنتش طولت عليكم الفيديو، لو سهل وبسيط حطوا لي لايك قبل ما تقفلوا، واسفه لو كنت طولت عليكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.